يحتفل المجلس الوطني لحقوق الإنسان باليوم الوطني للطفل في هذه السنة بتقديمه خلاصته وتوصياته لدراسته التي قام بها بخصوص وضعية حقوق الطفل في سياق زلزال الأطلس الكبير الذي ضرب المغرب في 8 شتنبر من السنة الماضية، وهي توصيات يعني تعني بإعمال مبدأ المشاركة وتهم أيضا جانب البعد الأبعاد القانونية والمسطرية ولكن أيضا الالتقائية في السياسة العمومية، وأيضا توصياتهم تعزيز بيئة سليمة في الفضاء الرقمي من أجل محاربة التضليل والأخبار السائفة.